السلام عليكم جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم معنا مقطع جديد، رح نحكي عن مشروب جدا طيب وجدا مغذي، رح نعمله مع بعض نشوف كيف. هذا المشروب فيه غني بالبروتينات، غني بالمعادن والفيتامينات ومضادات الاكسده، فينا نشربه الصبح والمساء وبالصيف وبالشتاء، جدا مهم دخلوه على نظامكم الغذائي. خلينا نروح على المطبخ ونتعرف على المكونات. تمام، هلا رح نشوف من شو بيتكون هذا المشروب. اول مكون عندنا هو الخيار، طبعا انا قصيته لانه الخيار بالسوادي بيجي كبير، والخيار جدا مهم لانه بيعطي لون اخضر وفيه كمان كمية مي. عندنا هون تفاح اخضر كمان نفس السبب، فيه فيتامينات وبيعطي طعمة حموضة على حلاوة شوي، يعني بيعطي طعمة طيبة للمشروب لانه فاكهة، وكمان مثل ما قلنا بيعطيه لون. احنا عم نحاول نحصل على اللون الاخضر يعني لانه بيعطي شكل حلو للمشروب يعني. بعدين في عندي الكيوي، عندنا هون السبانخ، وطبعا السبانخ غني جدا بكثير شغلات، فيتامينات ومعادن وحديد. والناس اللي ما بتحب السبانخ، مع انه ما بيعطي طعم ابدا بشعة بالمشروب ابدا، ولكن فيكم تستبدلوه باي شيء ثاني، مثلا بقدونس او اي شيء انتم بتجربوه. كثير مهم نعرف انه بهذا المشروب انت بتقرر بنفسك شو بتحب تحط فيه مكونات، فيك تجرب شغلات، اهم شيء انه يكون مفيد ويكون بيعطي اللون الاخضر، ما بدنا نخرب اللون الاخضر لانه بشهي، وكمان يكون بينسجم مع المكونات الثانية وبحافظ على قوام جيد. بعدين بيجي للملفوف الأسود، اسمه بالسويدي فات كول، كمان هذا جدا غني بالفيتامينات وبالمعادن، ومثل ما شفتوا بيعطي لون أخضر حلو، وكمان بينسجم مع هذا المشروب بيعطيه قوام جيد. بعدين في عندي مي. بعدين بيجي للزنجبيل، كمان جدا مهم لأنه مفيد وبيعطي مثل هيك حد يعني حرقة خفيفة بالمشروب بيطلع طيب. بعدين في عندي حبوب السيليوم، وهي عملت عنا مقطع أنا المرة الماضية سميناه الأغذية الخارقة، جدا مهم لأنه بيستعملوه بالصيدليات كدواء، بيتحول لألياف وجدا منيح للمعدة. هذا هو موجود طبعا بكل المحلات، اسمه سيليوم. بيجي بعدين ل السبيرولينا، مثل ما شايفين هون هاي اسمها سبيرولينا، طبعا جدا معروفه، هاي بتنعمل مصدر طبيعي من الطحالب، بيعملوها من الطحالب. مثل ما شايفين هي اكثر نبات بالعالم الناس بتعرفه لونه اخضر، هو اكثر نبات بالعالم. لاحظوا قارنوا اللون هذا مع اللون السبانخ والملفوف، بتلاحظوا انه هذا اللون غامق جدا، فهو جدا مهم وغني جدا بالبروتين وبمواد ثانيه. طبعا عندنا هدول الاثنين، اذا بنطلع هون هدول الاثنين هن اختياريين، يعني انتم حرين فيكم تختاروهم وفيكم لا. السبيرولينا لانه غالي ويمكن الناس ما تقدر تجيبه، ولكن انا حبيت افرجيكم اياه، الناس اللي بتحب فيها تستعمله، بيعطي طعم كثير طيب ومفيد. والسيليوم اذا ما قدرتوا تحصلوا عليه فيكم تستبدلوه باي حبوب ثانيه مثل الشيا او الكتان او اي حبوب ثانيه انتم بتحبوها. هذول هن المكونات. هلا شو راح نعمل؟ راح نقطع هاي المكونات لشقف. طبعا الناس اللي ما لها اخلاق تقطع فيكم تعملون شقف كبيره وتحطوهم دغري بالخلاط وتحاولوا كذا مره ليزبط، ودغري طبعا يعني بينفرموا بالخلاط، ولكن انا راح اقطعهم شوي اصغر وبشوفكم بالمرحله الثانيه. تمام، هلا حطينا كل شيء نحن قطعناه وحطيناهم بالخلاط، هذا هو الشكل هيك بيطلع ممتاز. طبعا انا ما حطيت بهدول، ما حطيت حبوب السيليوم وما حطيت السبيرولينا، رح ننتظر لانه قلت ان هدول اختياريين، رح فرجيكم كيف شكلهم هيك اول شيء، بعدين رح ارجع اضيفهم. خلونا نشوف. تمام، خلينا نشوف من هون كيف يطلع. شايف شو حلو اللون؟ روعة. راح احط هلا السبيرولينا والحبوب السيليوم ونشوف كيف يطلع الشكل. تمام، هاي شفتوا كيف صار اللون كثير اخضر، للناس اللي بتحب هذا لونه اخضر جدا يعني حلو كثير، صار ملوخية يعني.
ومثل ما قلت هذا بنشرب بأي فصل بدكم إياه، بالصيف بالشتاء، بنشرب الصبح المساء عادي، جدا مفيد. فيكم تشربوه لحاله وفيكم تشربوه مع وجبة معينة مثلا، جدا جدا طيب وجدا مفيد. مثل ما قلت أبدا ما حتحسوا أنه طعمته فيها شيء مزعج، أو بالعكس كتير كويس يعني. تمام، هذا هو العصير اللي سويناه، شوف كيف طلع. طبعا لونه كتير أخضر لأنه حطينا عليه السبيرولينا. عجب بين شيء. إيه شفتوا كيف كان لونه قبل، لونه أخضر فاتح، هلا صار لونه أخضر غامق. أنا عن جد بحبه كتير وما حسيت أبدا يعني، أنا يعني جربت كذا مكون، لو وصلت للمكونات اللي طعمتها طيبة يعني أبدا ما بتضايق. لأنه في ناس يمكن شوفوا أحيانا الواحد بيعمل مشروب مفيد بس طعمته بشعة، ساعتها يمكن تشربه مرة واحدة بعدين تقول خلص بطل بدي، أو مثلا الأولاد ما يحبوه مثلا. صح صح صح. فهذا المشروب أنا حسيته فيه طيب. هلا رح نشوف آدم رح يدوقه ويعطينا رأيه. أول شيء بلش أشوف أنا. طيب عن جد طيب، وفيكم تحطوا له مي زيادة إذا بدكم. طبعا أنتم بتشوفوا بتصيروا تشوفوا إذا بكونش يعني كثير كثير تقيل وهيك يعني. شوف آدم. بسم الله. إذا صار شيء بتعرف مطعم مستشفى قريبة. ريحتها مثل اللوز الأخضر. هي هيك بس بدك تدوق أنت. والله عقابية بالحلبة. خلينا ندوق. بسم الله. طيب. والله العظيم كثير طيب. أوكي طبعاً. ما هو ما في يعني، هو فيه تفاح وفيه كيوي وفيه والله كتير طيب. يعني كله خضرة. والسبيرولينا بتعطي طعم ملاحظ فيه، هاي الريحة القوية هاي من السبيرولينا. اوكي. فمثل ما قلت فيكم تدوروا مي لتعملوه أكثر عصير يعني، يصير مثل شراب يعني أكثر. أنا عامله شوي تقيل يعني. تمام؟ بس هيك حبيت أكرمه لأنا. تمام. فإذا هذا هو المشروب. نعمل هيك. صح. جربوه طبعا. بالبيت وما راح تندموا أبدا. إي والله. تمام. هيك كنا احنا خلصنا المقطع تبع اليوم. أنا بطلع هون بطلع غلط. هيك كون احنا خلصنا مقطعنا تبع اليوم. ان شاء الله بشوفكم بالمقطع الجاي، محضر لكم كثير شغلات حلوه. في شغلات انا وادم بنسويها ان شاء الله مع بعض، عم نعمل فريق ان شاء الله. الله. ديروا بالكم حالكم، بشوفكم ان شاء الله بامان الله. مع السلامه. السلام عليكم.